أهلا بتونس. 4 شهور ونص يا تونس. أي مكبش ما نقلق أنا متكعرير كان ما تقلق أنت متكركير. هاو قال لك قريبا باش تتحرك الأمور. نهار 17 نورمالمون اليوم نلقى الصحافة المكتوبة تغلي الحصريات والأسباق على عجلة. الأسباق يا مجدي هي جمع سبق صحفي، لما حالة أنت تسميها سكوبيت. الصحافة اليوم مثلا كتبت افتتاحية بعنوان 17 ديسمبر أو ربع الساعة الأخير من التوقيت التونسي، وزادتها عنوان رئيسي بعنوان وجه كل الأنظار إلى 17 ديسمبر، ما المتوقع من الرئيس؟ أجل هذا هو السؤال، وتوا لازم نقرأ المقال باش نعرفوا الإجابة. نتصور هك تراه قال لك البعض يرى أن القرارات باش تكون كذا، البعض الآخر ينتظر كذا وكذا، كما تنتظر النخبة التونسية كذا وشي. أوكي معناها كنا نجم نزيدوا في العنوان ما المتوقع من الرئيس ما ندروش وتنجح العملية. برا خلينا نشوفوا نلقاو شي ظلتنا في الصباح. هاي هي زادة تسأل فينا ماذا يعد الرئيس لموعد 17 ديسمبر. تراه خلينا نشوفوا. بو الباهي المرة هذه هو أنهم من المقدمة قالوها بوضوح، إشارات الرئيس أطلقت العنان لتخمينات وقراءات وتحاليل شتى. هاكا في بالك من الماء ما عناش معلومات، وكان تكمل تقرأ تشبع بقد يعمل كذا وربما يذهب إلى كذا. وهكذا إذن نستنجو أن العنوان هذا زاد كان ينجم يكون ماذا يعد الرئيس لموعد 17 ديسمبر ما ندروش. تونس تسبح فوق بحار من المندروش، ومانيش نلوم على الجرايد، راه أنا بيدي ما ندريش طبيعي، خاطر مولا المعلومة ما يعطيهاش. تفرج يا تونس دي كلها مضبة تلوج على بصيص من الضوء تستشرف به لفيف من المستقبل. المغرب تتسائل بعد أن اعتبره وظيفة ماذا يريد قيس سعيد من القضاء. بو الشروق ما طرحتش سؤال، أما عملت لقطة عالمية عانقت الروعة يا يقول محللون. أسمعك الكعبة. تطورات سريعة في معضلة النفايات، تأجيل إضراب صفاقس وتنفيذه ورد. أي يمكن أن يكون هكذا ويمكن أن يكون هكذا كذلك، بالك شي يتأجل وبالك شي يتعمل. ولكن لا تقلقوا، هاي لبخيس تطمنكم وتهدئ من روعكم وتقول لكم سفاكس كريز دي زوردور ميناجير لي كونسرتاسيون بوغي ديبوشي سور اون سوليوشن. أزمة النفايات في سفاقس، المشاورات تنجم توصل الحل. هاي الأخبار الحينية الدقيقة والرشيقة. الحمد لله جات المشاورات تنجم توصلنا الحل، كان جات ما تنجمش توصلنا اش يصير فينا. اي هما باش توصل الحل ولا ليه ما ندروش، هذا شعار المرحلة. وين ماشيين ما ندروش، علاش ناوين ما ندروش، الواش تصلح هالكرونيكا ذي ما ندروش. اسمع برا نتعديو لي بقية فقرات البرنامج، اما من غير ما نحرق لكم الفيلم راهم حتى هما باش يشيخوكم بالما ندروش.